الأستاذة فاتحة بوغان وغتقدم لنا
بعض الابتسامات ديالها، وهي كانت عندنا هذه الوجبات حقيقه اللي تعبات على الظروف العائليه والظروف ديال الامتحانات الجامعيه ديالها، فهي ابت الى ان تحتفي بهذا المولود الجديد اللي هو جمعيات هنا معك. هذه هي الامسيه اللي شكرات. شكرا جزيلا لك الكلمه. حقيقه المجهودات الجباره لابد خصنا نظهروها للعيان، وبالتالي غادي ندير الالتفات كذلك الناس اللي كانوا كيفرمونا تيوجهوا علينا الشاي والمياه. سيدي زكريا دياب، فين هو سيدي زكريا دياب؟ عبد الله البخاري، عبد الله البخاري، كريم العميري، إدريس الزهراني، وأبو ياسين بشرى. هادو جنود الخفاء اللي كانوا في الحقيقة كيتعبوا وكيسهروا على هذا الاحتفال ديال حفل الشاي. الآن مع قلنا تقديم بعض الشواهد التقديرية اللي تلنا من السادة والسيدة الذين قدموا كل تضحيات من اجل ايجاد هذا الموسم. باش ما نطرقوش على الناس وصافي. هاك تما الله يرضى. شكرا. صافي كريم. ثم نلتقي الى الزنزاني عبد الحق وسيدي بوشا المالكي، يتقدم لهذه القراءه ترحما على هؤلاء الفقيدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السماء ماء فأخرج
Ah!
للسيد الرئيس المحترم الحاج حفيظ الحفيظي لي سيد مستشار جلالة الملك ديوان الملكي الرباط، المرجو من جنابكم المحترم رفع برقية تالية إلى حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مولاي صاحب الجلالة، أطال الله عمركم وأدام عزكم ورسولكم. بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلاء جلالتكم عرش أسلافكم الميامين، أبا الجمعية إلا أن تشارك في إحياء هذه الذكرى الغالية بحبل دين متواضع. وفي ختامه يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس الجمعية أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتبها الإداري إلى جانب كل أفراد شعبكم الوفي بأن يرفع إلى مقامكم العالي بالله أسمع عبارات الولاء والإخلاص والتشبث بأهداف العرش العلوي المجيد. كما نعلم جلالتكم عن استعدادنا للمضي قدما على هدى إرادتكم السامية إلى مولاه وتوجيهاتكم السديدة فيما يخص تفعيل المقاصد السامية لجلالتكم حول التنمية البشرية، متطلعين بسياسة جلالتكم الرشيدة إلى بلورة مشروع تحدث للمجتمع المدني الذي يروم بناء المواطن الإيجابية القادرة على استيعاب القيم الحداثة والتقدم والديمقراطية الذي ما فتحتم يا مولاي تسهرون على إرسال قواعدها خدمة للعنصر البشري الذي يعد الرصيد الأساسي لبناء الدول والحضارات ومحرك الدينامية الإصلاح والتنمية المستدامة. نسأل الله تعالى أن يحفظ وطننا العزيز موحدا آمنا مطمئنا تحت الرعاية جلالته، وأن يحفظكم يا مولاي بحلكم وترحالكم، وأنتم ترسمون مسار التنمية والرقي لشعبكم الوفي، وأن يجعلكم ظفرا وسندا لهذه الأمة، وضامنا لاستقرارها وأمنها ووحدتها، وأن يقر عينكم بولي عهدكم المبجل صاحب السمو الملك الأمير المحبوب مولى الحسن، وأن يجد أثركم بسمكم السديد الأمير الجليل مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتكم الملكة الشريفة إنه سميع مجيب. والسلام على المقام علم الله حرر بالناس يوم الجمعة 2 يوليو 2018 خديم الأعتاب الشريفة حفيظ حفيظ. شكرا لكلمة السيد الرئيس بعجالة. حقيقة مازال ما تعرفناش على المكتب الموسيقي، على المكتب الموسيقي تقدموا هنايا كاملين الله يكثر توفيقكم. المكتب الموسيقي اللي جمعيتنا معك أعضاء جمعية هنا معك المكتب الموسيقي ورئيس التعاونية
الجمعية. تسمحات ديالكم الأستاذ مصطفى